عنصر الحديد هو من العناصر المهمة جداً في تحسين الإنتاج والمردودية على خاطر يساهم في عملية البناء الضوئي أو ما يسمى فوتوسينتيز، ويقوي من مناعة النبتة وحمايتها من الأمراض. للوقاية من حدوث النقص في مادة الحديد، ننصح باستعمال ديميركان اللي هو حديد مخلبي أورتو أورتو مع الري، والكمية المنصوح بها تتراوح بين 5 و 12 كيلو في الموسم في الهكتار الواحد اللي تتحدد حسب العمر متاع الشجرة والكثافة. وفي صورة ما قمناش بالوقاية وصارت صفورية في الأوراق اللي طالعة جديدة، لازم ندخله باستعمال NF15 كرش ورقي بمعدل 250 ملي في 100 لتر من الماء اللي هو حديد وأزوت سائل. منصوح زادة باستعماله في مرحلة النمو الخضري. اليوم باش نحكيو على عقود الانتاج، لي كونطرا دو كولتور اللي عملتهم سيما واللي قاعده تخدم عليهم باش تحسن في مردوديه الفلاح وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلادنا في ظل هالتغيرات العالميه اللي عرفت نقص كبير في بعض المنتوجات وغلو اسوامها العالميه. شنو عقد الانتاج؟ لو كونطرا دو كولتور هو اتفاق تعاقدي بين المزارع واللي هو الفلاح وشركه سيما، يضمن فيه الفلاح باش تتوفر له جميع مستلزمات الانتاج وزاد الارشاد والاحاطه الفنيه اللازمه باش يتحصل على مردوديه هامه جودة عالية، ويقبل منتوجه للسيما بسعر مدروس من أول الموسم. أما بالنسبة للسيما فهي تضمن بدورها تجميع كمية هامة من المنتوج مع جودة عالية يسهل عليها تسويقها بكل ثقة وأريحية. علاش عقد الانتاج لو كونطرا دو كولتور؟ ما يختلفوش اثنين على اهميه التداول الزراعي في الزراعات الكبرى وقداش يزيد في البونتو نتاع زراعات الحبوب. اما كيما نعرفوا بكلنا المشاكل المربوطه بالزراعات هذه اللي تدخل في التداول الزراعي مع القمح كيما الفول والسلجم اللي هو الكلزة. الفلاح يزرع وهو مش ضامن تسويق الصابه نتاعو ولا عنده فكره على السوم اللي باش يقبل بيه، الشيء اللي يخليه ما يعطيش الحق اللازم للزراعات هذه. لهنا جات منظومه لو كونطرا دو كولتور اللي عملتها سيما باش الفلاح ينجم يبرمج من اول العام الزراعات نتاعو وهو مطمئن من توفير مستلزمات الانتاج والمرافقه الفنيه حتى يقع تسويق الصابه نتاعو. شنو محضرت لكم السيما للموسم 2023-2024؟ سيما حضرت عقود الانتاج لي كونطرا دو كولتور لزراعات السلجم الزيتي، كولزا، الفول والشعير، الحلبة والساقل والتريتيكال. الفلاح باش يلقى سيما توفر له جميع مستلزمات الانتاج من الزريعة والأسمدة والدوايات. كما تحط سيما الفريق التقني نتاعها على ذمة الفلاحين اللي باش يقوموا بزيارات ميدانية من أول العام ويختاروا معهم الطبة ونوع الزراعات اللي تمشي مع التربة ويتبعوا معهم طول الموسم ويحلوا لهم المشاكل اللي نجموا يتعرضوا لها وينصحوهم بالتدخلات الحينية واللازمة باش يقوموا بها الفلاحين حتى نوصلوا لموسم الحصاد. وهكاكا الفلاح يضمن صابة وفيرة ومنتوج ذو جودة عالية ويقبل الصابة نتاعو لسيما بسوم مدروس حسب السوق واللي يكون معروف من أول العام ويخلص في فلوسه في ظرف وجيز ما يفوتش 15 يوم. هكا الفلاح ينجم يركز على نجاح الفلاحة نتاعو وهو مطمئن، وهذا ما يكون كان فايدة للصالح العام ونساهموا الكل مع بعضنا بالطريقة هذه في تحقيق الأمن الغذائي نتاعنا. Thank you.
مساء الخير، مرحبا، ان شاء الله مطر الخير ومطر البركه، وان شاء الله عام مبارك، ان شاء الله ربي يرحمنا مزيدا ومزيدا من الامطار للفلاحه للناب نتاعنا للمشربين زادة، ان شاء الله مزيدا من الامطار. وكما يقولوا برشا فلاحه وفي بعض الجهات، هنيكم الرواء، هنيكم جميعا، شكرا على المتابعه. اليوم حلقتنا باش تهزنا كما شفنا الحلقه اللي فاتت، كنت زراعه معناها مش موجوده برشا في تونس، اللي هي زراعه الزعفران. الحلقه هذه باش نمشيو للوسلاتيه ونشوفوا تربيه الايل من طرف تونسي في جبال الوسلاتيه وسهولها واللاما زاده. ايضا باش نحكيو في نصايحنا على الاهتمام وخاصة الزبيرة متاع العوينة، تابعوها معنا وبتفاصيلها في حلقة اليوم. تكلموا أيضا على البرتقال في المرحلة هذه من الموسم بالنسبة للقوارص، كيف نحكيه على بعد شوية على الفصة والاهتمام والعناية أيضا بنبتة الفصة في هذا التوقيت من الموسم، غيرها من المواضيع. سؤال مهم شطرحوه اليوم في حلقتنا هو: أنا عندي قطيع من الأبقار الحلوب مثلا، وعندي سنوات فيها، وعندي بقرات يحلبوا مليح وبقرات يحلبوا أقل، اللي هو من نفس الفصيلة، من نفس الصنف، من نفس السلالة الرادسة قولوا نحن، يأكلوا كيف كيف، يشربوا كيف كيف، نحلبهم في نفس الوقت وبانتظام، دونك كل شيء مطبق. البو ينجم يكون واحد برك، كما تقول قاعد نزرق لهم في نفس زريقة متاع العشار، أما مش قاعدين يعطيوا فيا في نفس النتائج، والعجلات متاعهم ما يجيوش كيف كيف. هل فما إجابة على هذه التساؤلات؟ هل تمتلك الدولة إجابة على هذه التساؤلات ميدانياً؟ وغيرها من الأسئلة حول الاهتمام بالجانب الجيني وتطوير الجانب الجيني للقطيع متاعنا. وش يصير سؤال: هل يمكن ننجو الأراخ متاعنا في تونس؟ ليش نستوردوا فيهم؟ ومشينا خذينا واحد من الفلاحين في تبرسق، عائلة الشابي، برسقية يعرفوها والبجية يعرفوها، اللي شيرخ الترخيص متاعه قريبا باش يولي يبيع الأراخ المضيعة متاعه، اللي هي سويس براون والبراون سويس. تو نحكيو معاه وتفرجوا فيه معانا اليوم في حلقتنا، وغيرها طبعا من المواضيع. سيرين جبالي اليوم تتكلم على مياه الامطار، كيفاش نجموا نستغلوها للحديقه نتاعنا، كيفاش نجموا نجمعوها، كيفاش نجموا نوظفوها. بقاو معانا، تفرجوا معانا في هذه الفقرات وغيرها، ونبداو من قصه فلاح تهزنا الى مربي ايل ولاما الوسلاتيه ولايه القروان. كعبي مرحبا بك. مرحبا بكم سيدي، ومرحبا ببرنامج الثانية، ومرحبا بكل المتابعين نتاعكم. احنا بحذاك هنا في الوسلاتية. ايه، في الوسلاتية اللي هي تتبع ولاية القيروان، يعني ومنطقة يعني فيها برشا تضاريس وبرشا جبال، ومعنا المعروفين الأكثر معروفين هما جبل الوسلات وجبل السرج بالضبط. به موفق أنت يا ولان، خلينا نبدأ ونحكيه على الفلاحة، على خاطرنا اليوم باش نحكي على قصة شاب جاي استثمر مشروع هكا غريب شوية، نجم نسميه غريب هكا، ويعمل لنا في
تربية جديدة متاع حيوانات ماناش عارفينهم في تونس. اولا شنية اللي عندك غزال ايل شنية؟ اي هو هذايا معناتها التسمية الاصح متاعه هو ايل، ايل الاوروبي هذايا اللي هو معناها يعني يتواجد بصفة يعني كبيرة ومعناتها من سنين في الحوض المتوسطي معناها بصفة اساسية، واللي هو كي جبناه على اساس انه معناها يعني يتاقلم مع المناخ نتاعنا ومع التضاريس نتاعنا، وذاك اللي صار الحمد لله. فما الكليل، الزعتر، الذرو، وفما معناها يعني نوار الغابه معناها فهمتني، البرتم والبهمه وفهمتني وانواع اخرى يعني. فما مشكله يعني التضاريس الغابيه نتاعنا مشكله الحمد لله، وهذيك معناها هي تدخل في التركيبه معناتها الغذائيه نتاع الحيوانات نتاعنا. واللي انا معناها في الانتاج نتاع الايل هذايا الايل الاوروبي اللي هو مش غزال ولكن معناها يعني نقولوا نحن ابن العم نتاع الغزال، الحم نتاعو كيف الحم الغزال بالضبط الايل، سي جوست كل الحجم نتاعو اكبر شويه فهمت، وعنده القرون تتفرع وتكبر اكبر تكبر اكثر. الغزال جينيرالمون يبدا القرون نتاعو معناها لينيا واحده، الايل يتفرعوا القرون نتاعو. تربي حاجة مش معتادة لهنا في الوسلاتية، ما عادي كان جيت لقيتك مربي غنم، مربي معيز، مربي بقر، أما أنت اخترت حاجة مختلفة. الأيل الأوروبي هذا أي حاجة ما نعرفوهاش، اسكو يتأقلم مع المناخ متاعنا ولا ما يتأقلمش؟ كيفاش خذت التجربة هذه كل؟ في حاجات هي لمحالة موجودة معنا في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، راهو فهمت يعني أنواع التربية متاع الحيوانات هذه، ولكن قلنا خلي معناها يعني ندخلوها في تونس، لانه شفت انه فما امكانيه انه نوعه في الانتاج الحيواني نتاعنا، نوعه في العرض معناها نتاع اللحوم نتاعنا، لانه فما برشا ناس معناها يعني تلوج على برودوي معناها يكون صحي اكثر فهمتني، يكون يتماشى اكثر معها هي معناها يعني طريقه يعني الهيجين نتاعها فهمتني. شنو هي الخصائص نتاع اللحم الايل؟ اللحم الايل يعني من اللحوم النبيله يسميهم لي فيون نوبل، او حتى يتربع على عرش او هرم يعني اللحوم الحمراء. علاش؟ لانه اللحم هذا يعطيك بو كالوريك، معناتها يعطيك شويه كالوريات. اللحم هذا صفر كوليسترول، اللحم هذا يعني 4 إلى 5 مرات بروتينات اكثر من الدجاج، اللي هو الدجاج يستعملوه معناتها مثلا الرياضيين في العاده، هو ذا يوفر بروتينات اكثر من الدجاج 4 إلى 5 مرات. هذا اللحم معناها يحتوي على مجموعه من الفيتامينات يعني B2 وB3 وB12 اللي هي باهيه للمناعه، باهيه للجهاز العصبي، باهيه للجلده، وعديد بيان سور خصائص اخرى تخلي اللحم هذا ذو قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. دو فورماسيون موفق مهندس إعلامية بالضبط، قريت مرحلة تحضيرية أيوة، ثم بعد مشيت للمدرسة الهندسة وقريت إعلامية. شنو علاقتك بهذا؟ كيف جات الفكرة؟ الكونتاكت الأولى كيف جات؟ هو الكونتاكت الأول يعني نجم نقول لك يرجع على 35 أو 38 سنة، بحكم أنا أصيل المنطقة هذه، أصيل الوسلاتية، اللي هي كما كنا نحكيه يعني تتميز يعني بخصائص يعني فلاحية وغابية يعني معروفة في الجمهورية التونسية. دونك أنا كان عندي معناها يعني شغف بالطبيعة ملي أنا صغير، كان عندي كونتاكت بالطبيعة ملي أنا صغير. بعدين بحكم أنه عندنا معناها يعني الأرضية فهمت، معناها أنا كأصيل المنطقة لهنا وكمعناها عندنا أرض في الوسلاتية، دونك حبيت نشوف أنا أحسن طريقة باش نثمن بها الأرض نتاعنا، خصوصا أنه الأرض تتكون معناها من جزء غابي. دونك أحسن طريقة شفتها أنه معناتها نجيب نستثمر فيه منتوج اللي هو يتأقلم مع الغابة بطريقة تلقائية، واللي زاد نجم نجيب به إضافة الوسلاتية ثم للقروان ثم لتونس. معناها ما حبيش نعمل حاجه المعتاده كيما برشا عباد، واللي هما للاسف يتشكاو من منظومات الاعلاف ومنظومات التربيه اللي نعرفوها الكل.
دونك حبيت نمشي في حاجه متميزه اللي عندها معناها شرائح تاكلها تتوجه لها، وفما زادك كثير من الناس اخرين يعني يطلبوها سواء على بالفضول معناها يحب يتعرف على حاجه جديده، ولا هو يعرف قيمتها ويحب يستهلكها. وبحكم كما قلت لك معناتها عندنا الغابه وعندنا يعني الارضيه الممكنه، دونك قلت انا علاش ما نكونش انا اول نواه في منطقه الوسلاتيه يعني لترويج هذا المنتوج، ومن ثم يعني ينسحب على اهالي الجهه، ثم معناتها حتى على مستوى وطني، وندخلوا معناها ونطوروا ونروجوا لقطاع جديد في اللحوم الحمراء اللي هو معناها يعني نجموا نبنيوا به منظومه كامله جديده نتاع لحوم حمراء صحيه وعندها معناها يعني الحرفاء نتاعها. نحب نعرف معناها كيفاش تتربى، الكيفيه نتاع التربيه نتاعها كيفاش، اسكو هي كيف الحيوانات العاديه اللي نربيو فيها احنا في الدار كي العلوش كي المعزه، شنو تاكل، شنو الخصائص نتاعو الحيوان هذا؟ الايل هذايا معناها يعني لي سير هذوما عندهم نفس تقريبا نفس الجهاز الهضمي معناها كيفهم كيف المعزه، دونك يرتكزوا معناها على معناها اساسا على نفس الانجاب وفتره الحمل، خاطر العبيد تحب تعرف فهمت فتره الحمل نتاع الهيل، هو يعني 8 اشهر معناها زايده يعني شويه على المعزه، اي زايده، لا زايده 8 اشهر و20 يوم يعني الـ يعني الـ تقعد 10 الانثى، وبعد تنجم تجيب واحد او اثنين فهمتني ممكن زاده ويتغذوا كما قلت لك معناها يعني نفس معهم سهل. لا سهل لا سهل لا سهل ومعناها انت تحكي لي حكي خاطرك تعودتهم بالضبط، هي حكايه اي بالضبط، هي الحكايه كلها نتاع تعود لمحالة، يعني تولي معناها تستانس بهم يستانسوا بيك، تولي معناها يعني كل ما حتى باش تبدا مثلا تحط لهم في الماكلة يوليو يجيوك وحدهم يقربوا لك ما يخافوش منك، وهذا معناها يعني زاد اكل الوجه اللطيف يعني نتاع الالفاج هذا قبل ما معناها يعني نحكيوا على المرحله مثلا نتاع الذبح او الاستغلال او التسويق. الفكره الاساسيه نتاعي انطلقت انه انا نحب ما نحبش نبقى وحدي نربي في الايل الاوروبي ولا في اللاما، نحب الفكره تنتشر لانك يعني مؤمن حقيقه بكري تحكي لي مؤمن برشا بالفايده اللي باش ترجع على كسوة على الفلاح على المجتمع اللي بجنبك. تقريبا قد ايه يخدم معك من خدام في المشروع هذا؟ توا يعني اربعه من الناس ويعني وكنا نجمو نمشيو في اكثر، لما حاله فما عديد التعطيلات للاسف يعني ما خلتناش نكبروا المشروع او حتى معناها نكثروا منه، معناها سواء في مستوى المحلي الوسلاتيه او في مستوى الجهه او حتى في مستوى البلاد ككل يعني. دونك اشكاليه خلينا نقولوها موفق، اشكاليه نتاع تسويق، وين باش انا من بعد ما نربيه شنو نعمل بالضبط، وين نمشي بالضبط، كيفاش نتصرف بالضبط. هو في الوقت الحالي فما معناها يعني حد أدنى من التفاعل معناها مع نتاع السلطات يعني اللي تتبع وزارة الفلاحة، ولكن معناها يعني إرساء المنظومة كاملة والتفكير فهمتني معناها على المدى المتوسط والبعيد هو للأسف المازال ينقص شوية يعني، وهذاك لازم فيه يصير فيه تنسيق أكبر ومعناها ومعناها برشا خدمه بين المصالح البيطريه وبين وزاره الفلاحه وانتاج الحيواني واداره الغابات برشا بالحق صحيح رجعت تخدم صحيح باهي مشروع يخدم العباد اي صحيح، هو لا هو القدره التشغيليه نتاعو معناها كبيره. انا معناها يعني متاكد ومتيقن انه معناها قدرته تشغيليه كبيره، انه معناها الفايده نتاعو معناها يعني تنمويا وتسويقيا للجهه وللبلاد كبيره، خصوصا انه كما كنا نحكيه بكري انه زاد ينجم يدمج في اطار سياحي معناها شامل، يعني مش كمعناها يعني قطاع التربيه معناها فلاحي بحت، ينجم معناها يعني يربط بين العالم الفلاحه وعالم السياحه ويخلق معناها ديناميكيات كبار برشا برشا برشا، سورتو احنا معناها توا متوجهين معناتها نوعا ما في السياحه معناها فك لي ميزون دو توا هذوما منازل ريفيه معناها يعني منتشره، دونك نحبوا نوفروا معناها يعني عرض جديد للحرفاء
ونوفروا معناها يعني لحوم اخرى تنجم تاكلها التوانسه والسياح معناها يعني الاجانب في اي منطقه من مناطق الجمهوريه. دونك لازم معناها هذا يتطلب تنسيق معناها يعني في وسط وزاره الفلاحه بمصالح وزاره الفلاحه في حد ذاتها، ثم زاد بين وزاره الفلاحه ووزاره السياحه، فهمني؟ وفي اقرب وقت باش معناها يعني الفايده تعم فيسع وتصير فما معناتها يعني الانعكاسات معناها اقتصاديه وتنمويه وتشغيليه مهمه، ومعناها ونجموا نخموا في في مستقبل تونس بطريقه معناها يعني طريقه اسلم. به موفق يتكلف مشروع بالشكل هذا جديد في تونس بالاخص، وانت بديت بتجربه يعني بديت تجرب حتى في الماكله نتاع القطيع، بديت تجرب فيه كيفاش نربيه كيفاش مكلف. هو بطبيعه الحال معناها كاي مشروع معناها جديد يعني وحصري، لانه توا في الوقت الحالي معناها انا اول منتج في معناتها بالعدد هذايا ومعناها وحدي معناها، فهمتني؟ والفكره كما قلت لك معناها انه معناها يصير اكثر ونسخ معناها واستنساخ معناها التجربه هذه على اوسع نطاق. ولكن اي معناتها كتجربه اولى بطبيعه الحال باش تبدا في ليتاب نتاع الاكسبيريمونتاسيون، دونك تبدا يعني فما دوكيومونتاسيون لازمك تشوف معناها شنو لي دوز اللي لازمهم، فهمت؟ خاطر يمروا بمراحل عمريه مختلفه، يمروا يعني حتى بحسب الفصول، فهمني؟ عندهم تغذيه معناتها يعني تغذيه خاصه، المناخ زاد والاطار تحطوا فيه لازم يكون زاد معناها ياخذ عليه شروط معينه باش تكون معناها يعني الحيوان معناها نقولوا احنا ايبانوي فرحان معناها وشيخ ومعناها ويعطيك حتى على البيانات نتاع اكزاكتومون واحد حاجه مهمه برشا هذيك البيانات تاع الانيمال اللي هو خاطر البيانات تاع الانيمال باش ينعكس على البيانات تاع المستهلك واحد. دونك معناها احنا لازمنا معناها يعني اون بيلوت لا شين معناها يعني يعني نتبعوا المسار معناها يعني لو سيكل دو في معناها نتاع الحيوان هذاك من الاول حتى شي اللي يوصل للمستهلك معناها للاخر. انا موفق راني ديما ندخل شويه في الشخصي، مازلت تخدم مهندسي طبعا، مازلت مازلت على ما يبدو انك تصرف في فلوس الهندسه على الفلاح. بالضبط، يعني هو توا معناها يعني من 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 اول ما بديت التجربه هذه معناها يعني مقدراتي الشخصيه ولي ريفوني نتاعي معناها نتاع 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 الخدمه كلهم معناها يعني نصب فيهم في المشروع هذايا بنيتي انه معناها يعني نكبروه، انه معناها يعني يكون عنده اكبر اشعاع معناها، فهمت؟ معناها على الجهه وعلى البلاد. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. برابو. شكرا، يعطيكم الصحة، مرحبا بكم. برشا تجارب فريدة في تونس في علاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات بصفة عامة، فما مثلا في نابل شكون يربي فيه دج، ما مش نعطيكم الفكرة تمشي نصوروها في نابلة، مانيش باش نقولها. رامي هوك عنده الموضوع تو يتبعه ويكون موجود إن شاء الله في قاعدة تكون البلاصة موجودة في ولاية نابل. من الحيوانات إلى باش نرجع بعد شوية إلى الأبقار كما قلت اللي باش نحكيو على التطوير الجيني للأبقار نتاعنا، كيفاش نحسنوها، شنو لازمنا نعتمدوا، شو المعطيات اللي عنا اليوم، شو الإمكانيات اللي عنا، وين نجموا نوصلوا، في أي ظرف، في قديش وقت نجموا نوصلوا. كل معنا ضيفنا بعد قليل ورقي تحت بعد ما ضيعتهمش صح، بعد قليل في برنامج الثاني. مشيوا للشجرة قلت إلى منبت مبروكة والنصيحة حول زبيرة العوينة، شجرة العوينة كيفاش الزبيرة نتاعها في الوقت هذا بعد ما طايحت الأوراق نتاعها اللي هي الزبيرة الشتوية ولا التقليم الشتوي. ترجعوا بعد. الحمد لله ثبت شوية بر وشوية برد هذا موجود. اليوم باش نحكيو على العوين. العوينة كثرت توا بالأخص فما مناطق جديدة كيما تبربة بعد مشاكل الانصاص، وبعد رجعوا شوية للعوينة. العوينة باهية برشا، فما لي برون جابونيز ولي برون أوروبيين باهية. احنا باش نحكيو على لي برون هذوما جدد، لي فاريتي جدد كيما
الفورتون، فما الجولدن بلاك جولد، بلاك ديامون، أنجلينو، وفما القدم اللي نعرفوهم كيما الجولدن جابان اللي هي كالصفرة ذيك نتاعنا نتاع الجرد، أما ما عادش تتزرع برشا على خاطر ما تقومش في السوق. العوينة الجديدة هذه راهي كلها لازمها تلقيح. إيش معناه؟ برشا فلاحة يغلطوا، يزرع نوع به يقول به هو برشا، لكن من غير ما يحط معاه نوعية أخرى اللي هي تتلقح الفاريتي الأولى. عادة فما احنا فاريتي برانسيبال اللي هذيك نقولوا هذيك برانسيبال وفاريتي سكوندير، لكن ديما باش يلقح بعضها، وعادة نزرعوا أكثر من فاريتي، زوز ثلاثة أربعة، قد ما كثر قد ما عندك إمكانية باش يلقحوا بعضها. والتلقيح هي شنو؟ يلزم النوارة متاع هذه توافق النوارة متاع الأخرى، ينوروا مع بعضهم باش يصيرك التلقيح، وديما ما أقلش من سنين أكثر ميسالش. هذاك علاش هنا احنا توا في فيرجي فيه دو فاريتي، هذوما شجر صغير توا بدا فيه، مازال في نمو، مازال في التكوين، حتى في الزبيره فما طريقتين، لان الشجر مش الكل في العوينه زوز، فما اللي نسميهم يخرج من اللوطه ويتحل الشجره وحدها بازيتوني، وفما شجر كيما هذوما تطلع بالطول. هذاك علاش هذه عندها زبيرة معينة والأخرى عندها زبيرة معينة، باش نحاولوا نحلوا ونحاولوا نكونوا الجوبلي ذي الكيس اللي يزمه محلول باش تدخل الشمس وباش يعطينا غلة باهي. نذكروا اللي العوينة راهو مش كيما الخوخ، العوينة تولد على حطب القديم، على اللي موكي دو مي، على اللي براندي. هذاك علاش لازم نكونوا الشاربونتيير ولا لومات، وبعدين نكونوا البنات باش اكل الحطب القديم هو اللي يولد عليه الغله، مش كيما الخوخ تو نشوفوها مره جايه يولد على حطب جديد. هنا العوينه لا، صحيح راهو ينور، اما ماهيش هذيك الغله اللي بها الفائده. دونك يلزمنا نكونوا للشجره حجر باهي، اللوطه تكوين صحيح، نحل القبلي باش هذاك هو اللي باش يهز لنا الغله غدوه وتجي فيها كاليتي باهي. توا فما زوز انواع هنا خليناهم، هذه الفاريتي برانسيبال توا تشوفوا كيفاش زاد محلوله بطبيعتها، والاخرى اللي هي مجعوله باش تلقى هذه، لكن حتى هي اخترناها مش الكلهم معناها يكونوا واقفين كاكرا ولا، اما هذه بالذات باش نوريو على خاطر حتى الزبيره نتاعها تختلف على هذه. باش نبداو بدين كيما تشوفوا هذه عملناها ولا تكونت، قصيناها باش حلت شويه، لكن اول حاجه فما هذوما لي غورمون اللي في الوسط هذوك يلزمهم يتنحاو كلهم، فما هكا اللي داخل كل باش يتنحاو، هذوما كلهم باش نحيهم باش الشجره تظهر لنا ويظهر به. كيما تشوفوا عملناولها هاوك، خلينا لها واحد اثنين ثلاثه اربعه، لكن محلولين شويه باش نعاود نزيدو نعاونوهم نحلوهم ونحيو كان لي غورمون. شفت وتوا حلين التيل، اش فيها هي؟ هذه بنت مثالش نقص منها، ديما بنت اقل، وهذه الام، لكن تشوفوا الام فيها برشا، يعني باش نخليش هذوما، باش نخلي كان الام الباهيه واللي طالعه من الوطن. دونك باش نحاول هذايا باش ما يسكرليش على الشمس، باش تدخل الشمس لداخل، وباش الحجر هذايا يتقوى، خاطر كان نخلي لها من فوق باش تشد توليني من طلة ما يدخلش الضوء، وإذا ما دخلش الضوء ما تكونتش، ما يعاودش النمو من داخل. هذاك علاش اللوطانين الكل ها نحي، ما تخافش خاطر حاجتي بالقديمة كيف كيف هذايا هاكا تشوفوا فيها، أما نجبدها على جبد البراني، وحتى هذوما نقص منهم الفوق على خاطر ديما ما نحبش يظللي، نحب نكون لها اللوطة ساعة قبل. كيف كيف من هنا هذه جاية قوية بنت السنة نحيها ما قلقش، وديما خليها على جبد، لكن ديما شفت هذوما نجبد على البراني ونخليه ديما باش يعاود يكون الحجر من اللوطة ويتكون. هذوما كيف كيف هاو، هذه أم وهذه بنت. هنا عندنا إشكال، البنت هذه الأم الأصل، لكن البنت جات أقوى من الأم. أنا لهنا باش نهبطها شوية البنت، لازمها تكون ديما اللوطة
باش نقوي الام هذه ونزيد نقتلها. ديما المبدا احنا راهو مازلنا في التكوين، لكن ما يمنعش شفت هذوما الصغار هذوما فيهم شويه غلط، هذه داخله هي عام ونص، داخله في العام الثاني ونص، معناها بدينا نكونوا لها في لي ستركتور الصغار هذوما، فما شويه غله هنا على حطب القديم، لكن مازال احنا مازال نحسبوا رواحنا في التكوين. هذا يا زيد نعاود نحيوه، دونك لمات معاهم البنات، المبدا البنات تنجم تكون كيما هذا ينجم نهبط فيها، البنات ديما اقل من لمات باش نكونوا وتعاود تطلع الشجر. اوكي، باش نتعداو للشجره الاخرى اللي هي تلقح هذه، لكن تو نشوف النمو رغم اللي خذوا نفس الخدمه اما ما مشاوش، هذه على الاقل محلوله. الاخرى تو نمشيو مع بعضنا، كيف كيف عم ناول طلعت ثلاثه قصيناها باش نحاول، لكن تشوفوا هذه جايه واقفه، الاخرى ما حبسناهاش الفوق، هذه عم ناول حبسناها باش لزوها تخرج. السنين نشوفوا رواحنا عندك واحده اثنين ثلاثه باهين، لكن ماهوش محلولين على قاعده. اش باش نعمل؟ باش نعاود انا نعاود باش نكون من جديد. تو تشوفوا هذه كيف كيف باش نعاود نكون من جديد. هذه طايحه اللوطه، هذه جايه زوز ورا بعضهم رغم اللي الاخرى خليناها على اربعه، هذه على ثلاثه. صحيح خليناها هذه بنت اما كبيره ياسر، لكن ديما واقفه هاك تشوف فيها واقفه. راهو هذه سي لاكروتوني، هذه نتاع خاصيه النوعيه هذه الفاريتي، نجم تكون هكاك، هذيك طبيعتها كيفاش تطلع. هنا باش نعاود، شفت كيما عملنا هنا، عملنا كروشيه الاول باش نعاود نطلع شويه، ما نطلعش الفوق خاطر باش يزرق لي الفوق وهذا يقعد لي فرق، دونك باش نطلع شويه على عين برانيه ونحبسها. كيف كيف هذه نجي ونخرج على عين برانيه نحبسها، هذه كيف كيف على عين برانيه وباش نحبسها. باش الشيء باش يصير نجموا يكونوا فس مستوى، باش هذه تعاود تخرج لي وحده من هنا خارج، باش نلزلها تخرج لبرا، هذه نلزلها تخرج لبرا، وهذه نلزلها تخرج لبرا، ونعاود نكون هنا. هنا القبلي والكيس اصعب ياسر من الاخر، لكن فما طريقه اللي نجموا نعملوا بها ولازمتنا نكونوها، سينو ماهيش باش تعطينا. صحيح احنا هذيك اللي بها الفايده، لكن هذه تلقيحها لازم باش تكبر وتلقح. كيف كيف راهو كيف كيف هنا باش تنور لنا هما لي ستركتور هذوما هي اللي يتنور عليهم على حطب القديم ويلزمنا نكونوه، لكن اليوم ما نخممش غله، اكثر شيء نخمم على تكوين الشجر. يعطيكم الصحه. شكرا. تو الحلقات الجايه مع منبت مبروكه بالنسبه للزبيره نتاع الجر، تابعوا معاها عده غراسات، برشا تساؤلات على الزيتون باعتبارها الغراسه الاكثر معناها تواجدا في تونس، برشا تساؤلات على زبيره الزيتون، ونتفرج في بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، لا علينا في ذكرها، لا علينا في ذكرها، معناها هو تبادل اراء صحيح، ولكن ومشكورين بعض المختصين والمهندسين وكذا، ساعات يدخلوا ويحطوا تعاليق وتكون التعاليق نافعة، ويبدو أنه لا يؤخذ بها لأنه فما ديما التشكيك. أنا ديما نؤمن بقيمة العلم، قيمة العلم، هذاك اللي باش يكون ضيفنا بعد شوية بعد الفاصل، باحث دكتور عنده 40 سنة في المجال وفي مجال البحث الجيني، وكان هو المؤسس نتاع البنك الوطني للجينات. توم بعد نتكلموا معه يكون ضيفنا، نحكيوا في الحلقه هذه باش نخصوها للابقار وللقطيع من الابقار نتاعنا، وهل ممكن تطويره في تونس وانه نحسنوا الانتاجيه نتاعه اللي احنا طالبينها منه. بعد الفاصل. عنصر الحديد هو من العناصر المهمة جداً في تحسين الإنتاج والمردودية، على خاطر يساهم في عملية البناء الضوئي أو ما يسمى فوتوسينتيز، ويقوي من مناعة النبتة وحمايتها من الأمراض.
للوقاية من حدوث النقص في مادة الحديد، ننصح باستعمال ديميركان اللي هو حديد مخلبي أورتو أورتو مع الري. والكمية المنصوح بها تتراوح بين 5 و 12 كيلو في الموسم في الهكتار الواحد اللي تتحدد حسب العمر متاع الشجرة والكثافة. وفي صورة ما قمناش بالوقاية وصارت صفورية في الأوراق اللي طالعة جديدة، لازم ندخله باستعمال NF15 كرش ورقي بمعدل 250 ملي في المية اللتر من الماء اللي هو حديد وأزوت سائل. منصوح زادة باستعماله في مرحلة النمو الخضري. اليوم باش نحكيو على عقود الانتاج لي كونطرا دو كولتور اللي عملتهم سيما واللي قاعده تخدم عليهم باش تحسن في مردوديه الفلاح وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلادنا في ظل هالتغيرات العالميه اللي عرفت نقص كبير في بعض المنتوجات وغلو اسوامها العالميه. شنو هو عقد الانتاج لو كونطرا دو كولتور؟ هو اتفاق تعاقدي بين المزارع واللي هو الفلاح وشركه سيما، يضمن فيه الفلاح باش تتوفر له جميع مستلزمات الانتاج وزاد الارشاد والاحاطه الفنيه اللازمه باش يتحصل على مردوديه هامه ذات جودة عالية ويقبل منتوجه للسيما بسعر مدروس من أول الموسم. أما بالنسبة للسيما فهي تضمن بدورها تجميع كمية هامة من المنتوج مع جودة عالية يسهل عليها تسويقها بكل ثقة وأريحية. علاش عقد الانتاج لو كونطرا دو كولتور؟ ما يختلفوش اثنين على أهمية التداول الزراعي في الزراعات الكبرى وقداش يزيد في البونتو متاع زراعات الحبوب. أما كيما نعرفوا بكلنا المشاكل المربوطة بالزراعات هذه اللي تدخل في التداول الزراعي مع القمح كيما الفول والسلجم اللي هو الكلزة. الفلاح يزرع وهو مش ضامن تسويق الصابة متاعه ولا عنده فكرة على السوم اللي باش يقبل بيه، الشيء اللي يخليه ما يعطيش الحق اللازم للزراعات هذه. لهنا جات منظومة لو كونطرا دو كولتور اللي عملتها سيما باش الفلاح ينجم يبرمج من أول العام الزراعات متاعه وهو مطمئن من توفير مستلزمات الانتاج والمرافقه الفنيه حتى يقع تسويق الصابه نتاعو. شنو محضرت لكم السيما للموسم 2023-2024؟ سيما حضرت عقود الانتاج لي كونطرا دو كولتور لزراعات السلجم الزيتي، كولزا، الفول والشعير، الحلبه والساقل والتريتيكال. الفلاح باش يلقى سيما توفر له جميع مستلزمات الانتاج من الزريعه والاسمده والدوايد. كيما تحط سيما الفريق التقني نتاعها على ذمه الفلاحين اللي باش يقوموا بزيارات ميدانيه من اول العام ويختاروا معهم الطبه ونوع الزراعات اللي تمشي مع التربه ويتبعوا معهم طول الموسم ويحلوا لهم المشاكل اللي نجموا يتعرضوا لها وينصحوهم بالتدخلات الحينيه واللازمه باش يقوموا بها الفلاحين حتى نوصلوا لموسم الحصاد. وهكاكا الفلاح يضمن صابه وفيرة ومنتوج ذو جودة عالية ويقبل الصابة متاعو لسيما بسوم مدروس حسب السوق واللي يكون معروف من أول العام ويخلص في فلوسه في ظرف وجيز ما يفوتش 15 يوم. هكا الفلاح ينجم يركز على نجاح الفلاحة متاعو وهو مطمئن، وهذا ما يكون كان فايدة للصالح العام ونساهموا الكل مع بعضنا بالطريقة هذه في تحقيق الأمن الغذائي متاعنا.